مشاهدي الموريتانية في حلقة جديدة من برنامج موضوع للنقاش. أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية تراجع موريتانيا من المرتبة 112 التي تصدرتها العام الماضي إلى المرتبة 142 لهذه السنة. جاء هذا التصنيف في هذا الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الموريتانية تواصل حملتها ضد الفساد المالي والإداري وتبنيها لمبدأ الحكامة الرشيدة. لماذا هذا التراجع في هذا الوقت تحديدا، وما هي الدلالات الاقتصادية لهذا التصنيف؟ فاصل قصير وأعرفكم على ضيوفي في هذه الحلقة ونبدأ النقاش. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من موضوع للنقاش، والتي نخصصها لتصنيف موريتانيا في المرتبة 142 على المؤشر السنوي لمنظمة الشفافية العالمية. معي للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ أحمد المحمد، المستشار الفني المكلف بالاتصال لوزير الاقتصاد المالية. أهلا بك. معي أيضا خبير في سياسات التنمية الاقتصادية الأستاذ سيد أحمد والبو. أهلا بك. سأبدأ معك حضرة المستشار، ما رأيكم أنتم في وزارة الاقتصاد والمالية في هذا التقرير الذي يختلف إلى حد كبير مع التقرير الصادر في العام الماضي؟ تراجع 4 نقاط من 31 نقطة إلى 27 نقطة في عام واحد. شكرا على السانحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الكريم. نختار شوي، طبعا نأكد على أن التقرير كان مفاجئ بالنسبة لنا، لأن المجهود اللي مبذل والعمل اللي قام به متباعد جدا مع ما حدث. يا غير توضيح الصورة، نختار شوي نعرف بعد قاعدة قضية المؤشرات اللي دائما يخلق فيها شد أخبار، وبالأخص هذه قضية المؤشر اللي عندنا جديد. ذي اللي قالوا منظمة الشفافية الدولية، منظمة معدلة سنة 1993 في ألمانيا، منظمة غير حكومية، وطبعا هدفها على أنها تكشف عن الفساد في العالم. يا غير هون اللي نقول الفساد بجانبيه، الفساد بالنسبة للمستوى الإداري، يا غير فهم فساد يرصد طبعا، هو الفساد السياسي اللي ما يعني الموظفين بالدرجة الأولى، اللي عاد يعني الناس كاملة، وهذه احنا هون عينا نصرمكم عنها. طبعا هذا المؤشر بالنسبة للمنظمة عادة تعدلوا عن طريق مصحات تعدلها، اللي نقول مصحات معناها أن تقبض المعلومات من طرف جهات أخرى. معناها ان حد إلات لي يشكك في ذي قالت، ما هم شكك قاع في نزاهه المنظمه ولا في قله امانتها، بقدر ما شكك في الناس اللي تقف وراء المعلومات المغلوطه اللي تنعطى له. اذا نختار مولي ننشر هذه كملاحظه. فيما يخص هذه السنه، يلقى مولي نفهم على فهم شيء بهذه المنظمه مهم جدا، على النتائج على انها تتغير من سنه الى اخرى، وعلى ان اللي قالوا الترتيب ما هو الاساسي فيها، بكل انت تقدر تجبر درجه ذا العام، والعام الجاي تجبر نفس الدرجة، تقد يقل ترتيبك ويقد يرقب. احنا مثلا سنة 2014 كانت عندنا 30 نقطة، وجينا في المرتبة 124 من 175. 2013 سابق ذاك كانت عندنا نفس 30 نقطة، وكنا رقم 119 من 177 دولة. لاحظ ان نفس النقطة اللي اعطات لنا قال ترتيبنا اختلف. معنا هنا تراجعنا في السنة الثانية اللي هو تقريبا ما بين 119 و 124، رغم انها نفس الدرجه كانت ذلك. معناها هذه اولا بعيدا عن المرتبه، النقاط التي تراجعت بها موريتانيا من 31 في التقرير السابق الى 27 في هذا التقرير. اذا نحن بعد قاعد تفهم على قضيه تنازل نزول الترتيب نفسه ما هو مهم، المهم الدوله من درجه جبرت من النقاط. معناها نحن كيف قلت لك قاعدين نجبر نفس النقاط، نفس هنالك شيء اخر. بالنسبه لهذه المصحات اللي تعدل عاده المنظمه تعتمد فيها على منهجيه، وهذه المنهجيه تتغير من السنه الى اخرى. مثلا ان انت هذه السنه منهجيه مصحات حول الاجراءات على المستوى التشريعي، من درى الدوله ايش قطعت. طبعا احنا معروف عندنا على المستوى التشريعي قطعنا خطوات كبيره جدا، وذا يعطينا درجات متقدمه. يا غير في حاله السنه الجايه قلعت هذا المؤشر من المنهجيه، ودارت مؤشر اخر. تصور اي مؤشر، لان احنا خارج الشيء ما احنا مختلفين فيه، على ان هذا البلد عشش فيه الفساد بشكل كبير جدا، وعلى ان محاربته تستدعي على انك تحارب على عده جبهات.
فهمتي؟ معناها ان مثلا الدوله العام توجهت لجبهه معينه، ولا كانت هي اللي معنيه بالمنهجيه لو ودت لروايه اخرى كانت من 2003 والله 2004 في موريتانيا، ولا فاتوا جبروا الوقت ياك يوصلوا لها. هون لهنا تراجعوا بذي المستوى. معناها التغيير المنهجيه عنده دور كبير جدا. في شيء اخر هو قضيه الناس اللي تسول منه. ندرى هذه المؤشرات مدى مصداقيه، لان ذم استمارات توجه مصوحات وجهت هذا عاده المؤشرات والله بعض الشبابيه الدوليه يوجهوا هذا المؤشر اساسا لرجال الاعمال ومحللين اقتصاديين، والعينه قد تتغير. معناها ان رجال الاعمال اللي يسووا العام ما هم رجال الاعمال اللي قعدوا عام الاول نفس المحللين، فهمت؟ ان هذه عوامل مختلفه كلها تؤدي الى تفسر هذا لماذا اعلن هذا التقييم، لانه قد يتغير من سنه الى اخرى، وله بالضروره لان كلما تراجعت لان هذا نتيجه لان ادائك تراجع، لان فهم عوامل متعدده. هذا لا كنت ساختار شوي نضيف في هذا الجانب، لان بالنسبه لهذه السنه النتائج كانت مفاجئه على المستوى العالمي. ما هو خط به اللي اعتقد قبل 3 أيام أو 4 المحيسني مسؤول مؤسسه هيئه مكافحه الفساد في السعوديه عبر عن امتعاضه الشديد من هذه النتائج، واعتبر نتائج غير موضوعيه تماما. نتيجه لاش نتيجه للجهود اللي به اللي انا ما قد نفهم على مستوى العالم. مثلا خرصوا افريقيا، افريقيا عندنا 51 دولة، كل الدول تقريبا تراجعت باستثناء 4 أو 5 دول، معناها 46 دولة تراجعت. هذا شيء مثير. على المستوى العربي كل الدول العربية تراجعت، تراجعت تونس اعتقد باستثناء تونس. والتراجع هم اللي ما كان تراجع عادي، اللي في بعض الدول اللي تراجعت ب 20 درجة. مصر، الجزائر، دول اخرى ما عندي عنها البحرين، هذه الدول كلها تراجعت بشكل كبير جدا. معناها نتائج المؤشر مثيرة، مثيرة للشك، ولا انا بعد طعن في ادائها هي بغض ما اعلن فم احتمال كبير على ان تعود في مغالطة. طيب. وعدلت لها خصوصا ان احنا عندنا السوابق في الجانب اللي نتقدموا شوي ندور نعطي القانونية. استاذ احمد، ما هي الاسس التي يتم عليها ضبط هكذا مؤشرات؟ شكرا جزيلا طيبه، وشكرا للتلفزيون الموريتاني على الاستضافه. في الاجابه على سؤالكم ولو سمحت ايضا عطفا على ما اورده سعاده المستشار، نختار نذكر هون على مؤشر الشفافيه اللي معتمده من منظمه الشفافيه الدوليه، انه هو احصائيا مؤشر تجميعي، هو انديس كومبوزيت. معناه شنو؟ معناه انه هو يعتمد على قاعده استطلاع للاستطلاعات الاستبيانات الاوليه اللي مشات شمل الخبراء وش من الناس اللي ساكنين هون، وش من الرواقيج اللي قد عدوا شاركوا في صفقات ولا نجحوا فيها. والصفقه هون الحقيقه احنا محتاجين في بلدنا، ساب نقيس المؤشر بشكل عام، لان نعودوا لين نعودوا لين نخسروا لا قدر الله في 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 عطاء في انابل دوفر، نعودوا خاسرين جيدين، نقبلوا خساره. الصفقه لا يمكن ان ترسى الا على شخص واحد. لهن جوعك بذاك وسط الكلام هون نشوف مسار الصفقات وشنو هي الضمانات المطلوبه انها توفر فيه. وهنا سنرجع لسؤالكم انتم بشكل مباشر، قضيه اهميه المؤشر. اهميه المؤشر ماني لهن نقلل من اهميته كيف زميل سعاده المستشار، غير ملي لابد نرجع للاليه اللي تعتمد اياك ان نوصل لهذا المؤشر. هو نختار نذكر هون على 70% من البلدان اللي شملها مسح منظمه الشبابيه الدوليه ذا العام جاء تحت 50 نقطة. هو المؤشر يمشي من 0 إلى 100، 0 بلد ميؤوس منه من ناحية الإصلاح، إذا محكوم بالفساد، و100 بلد نظيف إلى حد ما. في التقرير لم تصل واحدة إلى لا، وصلت الدنمارك هي المرتبة الأولى 90، هي مصنفة أولا. ويا غير غريب أن العام تراجعت عن تصنيفها كيف قال لك العام الماضي. غير غريب أن ذا العام 70% من المستطلعين من البلدان المستطلعه من 176 بلد جاءت تحت ال 50 تحت 50 تحت 50 نقطه. هذا يدل على ايش؟ يدل على ان المنهجيه ربما تغيرت. هذه نقطه مهمه يا الله توضح. يدل على ان هناك اهميه تم اعطائها لاراء الخبراء والمؤسسات اللي والمقاولات اللي شاركت في عطاءات وصفقات ربما تكون احصائيا ما هي مبرره. وهي الهدف الاساسي من المسح ذا هو تدارك والله فهم واقع الرشوه في بلد معين اساسا في الوظيفه العموميه. وتعرف على ان الرشوه هون على انها استغلال الوظيفه لمآرب شخصيه لثراء شخصي. وجانبها الثاني هو الرشوه في الحقل السياسي. اذا كيف تعرفوا هون ان ذا اللي ينصدر كامل عن 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 البلد، عن السياسات الاقتصاديه المعدله، وعن برامج التنمويه المقوم بها، سوى تلقائيته شنهي، وسوى اللي بعد مشكوك فيها في بعض الاحيان، وسوى عفويته شنهي.
ينقبل بعين الاعتبار. وهنا خطورة المعلومة، خطورة المعلومة كل ما يسطر عن بلد، عن صحافة البلد، عن الفاعلين الاقتصاديين فيه، عن الفاعلين السياسيين فيه، راه يؤخذ بعين الاعتبار من طرف خبراء دولية ومن طرف منظمات دولية. وهنا لا نعاود نطرح السؤال اللي نتقدم البرنامج. سنعود إلى هذه النقطة، لأنه هنالك أعتقد تدوينة نقلت عن وزير الاقتصاد والمالية فيما يخص أن هذا المؤشر قد يكون نتيجة للإعلام في مرحلة معينة أو ما يتم تداوله، لكن هكذا منظمات على ماذا تعتمد مثلا فيما يخص المنهجية كما تحدث؟ المنهجيات التي تعتمد والتي يمكن الأخذ بعين الاعتبار بأنها منهجيات صحيحة، ما هي؟ تبارك الله. هي المنظمات اللي تجينا هون، والله بعد عثرتها كثريتها اللي تجي هون تجي عندها استبيانات، استمارات. الاستمارات اللي هي اللي تعود هي بنات عينة مسبقا سابق من جهتهم كأنها تمثيلية ممثلة عينة عشوائية، غير ما هي دائما زادية عشوائية كيف قال مع الوزير في تدوين بعد الإقرارات. يلا تعود عينة ممثلة لقطاعات الاقتصاد، وغير دائما يعود فما يد خافية توجه بشكل أو بآخر للعينة اللي هي نحو استهداف مؤسسات أو أشخاص عندهم مسبقا معروف مواقف تعود من مواقفهم السياسية. هم هي الخطورة على أن التداخل اللي يحصل في الحق بين المواقف السياسية والحق السياسي على المعدل اقتصاديا في الحقيقة يؤثر كثيرا على البلد. الاستمارات لا يتوزع عليهم ولا يتنقل ما عندهم، فيها مجموعة من الأسئلة مرات تمشي إلى قريب من 90 سؤال، وذي الأسئلة فيها شيء ذا كيسون ريدوندانت، أسئلة تتكرر ولا يتم وراء ذلك جمع الأجوبة وديرانها في 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 نموذج مهم الإحصاء اللي عندهم اللي يحلوا ولا يتوخذ النتيجة. إحنا إلين كي يقولوا إذا عرف السبب بطل العجب، إحنا نعود نعرف العينة أصلاً من المشى بناءها ما مضيعته حتى تحاضر الناس فيه مخرج لا يعود إذن بالتالي أعتقد أن التصنيف بالنسبة للموريتاني، أنا ماني لاهي نقيس الدول الثانية بها يعني قاع بها، غير بالنسبة للموريتاني حقيقة التصنيف غير مصيف، يعني عدو ماني لاهي نقولون جائر. إذا تعود زميلي ممثل الحكومة ما هو مستعد يقول جائر يا قرآن بعد قد نقول أنه غير مصيف بالمرة به اللي لا يأخذ عين الاعتبار أمور اللي لازم لا نطرق ولا هي أكن نسلط الضوء على شن هي الشفافية اللي مديرة منه شنو. جميل. حضرتك المستشار، طبعا تعقيبا على ما قاله الأستاذ فيما يخص عدم شفافية المصادر التقرير المنظمة بحد ذاتها، هل هنالك قراءة هذه السنة خرجت الحكومة الموريتانية احتفاء بما وصلت إليه في محاربة الرشوة والفساد الإداري غيري مع خروج التصنيف في هذا في هذه السنة تحديدا بهذه النقاط؟ هل يمكن قراءة هذا المشهد مثلا على اعتبار أن هنالك سياسات حكومية قد تكون لا تناسب البعض الآخر من الناس الفاعلين في مجالات منظمات المجتمع المدني؟ أنا ظاهر لأن ذلين قالوا محاربة الفساد في البلد ما هم عدل قاع المؤشرات الدولية به اللي من 2009 كان ركن راكين في سياسة فخامة رئيس الجمهورية وبرامج الانتخابية اللي طرح به اللي سنة 2009 انطرحت استراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة، وهي اللي بدأ العمل بها بغض النظر عن قضية المؤشرات اللي انقال فيها. سابقا بعد شوي عن المؤشرات انا اختير نشوفه شوي وضعية نفذر ينقال مؤشر الشفافية الدولية للي ينقال لك تراجع ايش موريتانيا هو المنظمة عدلتها 93 وبدأت عدل تقاريرها من 95 أول تقرير عدلته 95 والله قاعد عندها خلطة سنوات في البلد. موريتانيا أولا ما قطعت قاعد تطلع عليه المؤشر إلى سنة 2005 من نشأة المنظمة إلى 2005 ما قطعت تطلع عليه. لماذا؟ لأن عادة المنظمة تحتاج لأنها تقبل مصادرها من والله استماراتها تعود إلى ثلاث مستويات، ودائما موريتانيا ما كانت تجبر عنها الأخبار. سنة 2006 اللي كأنها هي السنة اللي حاول بعض لأنها يعدل هي محور تاريخ موريتانيا والله إنه عدل فيها شيء ما عدل موريتانيا. ذيك السنة جبرت فيها موريتانيا 84 رتبة 84. تعرفي كم جبرة من نقطة؟ جبرة لا 31 اللي قال نحن تراجعت بعدها إحنا اللي كنا في السنة الماضية كنا 31 درجة. مع أن هذه كثرة من الكات اللي جبرنا 2006 كانت نتيجة 31 نقطة. ذيك الساعة كان المؤشر من 0 إلى 10 وإحنا كانت عندنا 3.1 من 10 ولحقتنا الترتيب 84. أول ندرك لاحظوا هون على الترتيب. ما هم مرتبط. لكن هي 2006 قاعد اللي يعدل فيها خاطي ويفاق هر موريتاني شو أي خلينا هذا شوي يثير انتباهنا. كان في منوع من التوافق بين هر موريتاني وبالتالي يقد حد يفهم على المعلومات اللي كانت تصدر هلا ما هم مختلفين حتى
يقد يفسر لك ذي ملاك يكسى أربعة يعني جبرنا على نقطة 31 جبرنا عليها رتبة 84 ونقطة 31 عاقب ذاك سنة 2015 جبرنا عليها 112 إذا هذا يعطيك شوي شوفي سنوات لاحظ أن سنة 84 عندها مباشرة ما هي 84 سنة 2006 اللي كان فيه نوع من التوافق بين الطيف السياسي قلنا أن كنا في 84 مباشرة عاقبها 2007 منين قسم الدرجة 123 فما بدأنا نرتدوا كل عام نرتدوا مرة نتقدموا مرة نرتدوا يا غير بعد اللي قط لحقنا 2006 منطقيا له الموريتاني ذاك كانت تسوي لأي حد منهم من درا يا كان الفساد اللي كان في البلد ما زال بنفس المستوى اللي كان فيه اللي يشوف المواطن العادي في حياته اليومية في تعامله مع الناس يكون ما زال هو نفسه اللي بقى قبل 2005 من الصعب يقدر يقول كذا قاعد خارج الفساد الحكومة قاعد تقول خارج الفساد الحكومة حرب على الفساد يستمد شرعيته على ما زالت في جيوب للفساد يا غير ما فهم حد حاميها ولا فهم نظام واقف دونها بالعكس الحكومة هي اللي هذا الفساد هي اللي تحاربه وهي هي اللي ما هي باخرته شيء وبالتالي معناها لأنها تعتبر أن شرعية محاربة الفساد تستمدها موجود الفساد من هذا الرأس إذا كنت فقط نختار إن شاء الله قضية المؤشر هذا يوصلنا إلى أنه لا شك أن إذن معناها أن محاربة الفساد في البلد بدأت من 2009 من خلال استراتيجية بدأت من خلال مجموعة من الخطوات اللي كانت هامة اللي نتلاقوا قاعد مثلاً إلى درنا المؤشرات على جانب ونقول الحكومة دائماً تقول على أنها حاربة الفساد هي إيش عدلت في محاربة الفساد لا تقول لك عدلنا استراتيجية أحد قال لي الاستراتيجية ما خلقت حق موريتانيا ما طرى لهش الحكومة عدلت العديد من الخطوات في ميدان محاربة الفساد والغريب عن اللي الناس كاملة تقول لك البلد فيه محاربة الفساد هو الفساد اللي قد كشفوا لها الهيئات الرقابية قد كشفتوا مادة أخرى كل قضايا الفساد اللي مسجلة في البلد كشفتها الهيئات الرقابية التابعة للسلطة التنفيذية التابعة للحكومة معناها الناس أخرى لا تقول لك البلد فاسد وإحنا مفسدين والأموال موكولة ولا بقى شيء لماذا ما تقدموا قضايا حقيقية للفساد في البلد وتشوف إذا كان الحكومة لا تتعامل معها ولا ما تتعامل معها حقيقة رأس الحرب في محاربة الفساد في موريتانيا هذا اللي قاله الحكومة من خلال الهيئات الرقابية اللي هي مفتش العمل المالية مفتش العام الرقابة المالية مفتش العام المالية مفتش العام الدولة معناها محكمة حسابات إلين تقول الدولة احنا حاربنا فساد باش مثلا عدلنا مدونة استثمار حد لا يقول ان الدولة ما عدلتش يقول ان مدونة استثمار ما عدلت يقول ان في اطار محاربة الفساد على ان الدولة قلصت النفقات والله قالوا ميزانية التسيير نصل إلى نقطة أن خروج الدولة للشارع الموريتاني واحتفائها بما وصلت إليه في مجال محاربة الفساد كان نقطة مبنية على أسس تم تحقيقها منذ تبني هذه الاستراتيجية بغض النظر عن النتائج التي وصل إليها المؤشر طيب هذا يعيدنا إلى نقطة أخرى سأعطي الحديث لأستاذ سيد أحمد المؤشر الانطباعي الذي تحدث عنه أعتقد وزير المالية في تدوينه نسبت إليه أن هذه المنظمات تعتمد فقط على المؤشر الانطباعي ما مفهوم مؤشر انطباعي في قياسات اقتصادية؟ شكرا جزيلا على كل حال المؤشر الانطباعي هو اللي شرحته حاولت نشرح قبيل الوقت ما كان كافي وفعلا مع الوزير الاقتصاد المالي عندي عن وضحها في التدوين اللي طلعت بعض على نصها على واحد من المواقع هي تعتمد على مدركات الرشوة بل منين تقد تنفهم بل منين تقد تنشاف ومن هم الناس اللي قد يكشفوها هي الرشوة تستهدف دائما الموظف العمومي يا غير ذي اللي مارسها ما هو الموظف العمومي الموظف العمومي في وضعية قالها وضعية لاكوريبسيون باسيف هو مستقبلها اللي مارسها دائما فاعل في القطاع الخاص لكنه يجبر امتياز معين ولا يستفاد منه فعلا الموظف العمومي ولا يتخسر منه المجموعة الوطنية إذن ولا يتخسر منه البلد في إطار الشفافية هون الاستبيان اللي عدلهم يعدلوش شور الفاعلين في القطاع الخاص وعدلوش شور الخبراء الدوليين اللي عاملين معانا هون وعدلوش شور الفاعلين السياسيين أيضا وطبعا كل واحد عنده رأيه وعنده انطباعه وعنده لاهي ملي حسب 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 اللي متواجه له بالمنين عاد ما هو منصف هون التصنيف العام انه الى حد ما يتناقض مع تصنيفات اخرى لمنظمات ذات مصداقية كبيرة كيف مجموعة البنك الدولي عن طريق تصنيف سنوي لمناخ الاعمال مناخ الاعمال مناخ ما نقدروا احنا نكذبوا فيه ولا يقدروا الخلطة في وزارة الاقتصاد المالية يدعوا فيه شيء ما وخالق به اللي يسلط عليه في الحقيقة من 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 التصنيف من التقييم اللي ما يقدر يحمل ما لا يحتمل
طورت موريتاني 2015-2016 18 نقطة في تصنيف مناخ الأعمال تصنيف سنوي، وصنفت عام الأول العام الماضي، وصنفت من ضمن 10 بلدان أكثر وتيرة إصلاح، اللي عدلت 10 إصلاحات مهمة في ما يخص القطاعات الأساسية المرتبطة بالعملية الاستثمار، سواء التوصيلات الكهربائية شارع الصمالك إلى جاو، ولا توصيلات للهاتف، ولا توصيلات ولا الولوج إلى الخدمة البنكية، ولا سداد الضرائب وتبسيط إجراءات ضريبية نفسها، والله الحصول على أذن عقارية والبناءات رخص البناء، إذا مجموعة من غير منتهية من 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 المعايير اللي تم تصنيفها في إطار تصنيف مناخ الأعمال، وحققنا فيه نتائج كبيرة. وذيك الساعة للأسف ذهب المنين نقول على أن ما يخسرش إلى نزعنا هذا اللبوس السياسي اللي يلبس بشكله في الحقيقة غير مفهوم، اللي قال المعطيات الاقتصادية في صالح في صالح في صالح في صالح كل مواطن موريتاني، انها تعود ارقامها بمنع عن التشكيك ودقيقه، وراه وراك صيت موقع سياسي هو كما يشاء، احنا اللي مع السلطات اللي نقولوا على ان هذا تعكس نجاحات اللي عدلناها، والخلطه الثانيه اللي يقولوا ان هذا يعكس على نجاحاتنا ما كانت تعود قد ذاك، وانك نقدر نعود نوصل الى اكثر منها، يا غير بشرط ان لا نشكك في المعطى نفسه، لا نشكك في المعطى ما تلفهمش نقدر نحتكم عليه ولا يتخسر في الحقيقة هذا الموحول فيه. طيب هون قبل قليل كنتم تفصلون في مسألة الشفافية. والله مسألة الشفافية صار اللي قلت لها هنا نفصل فيها على الأقل في موريتانيا هون. يلا نعرف أن الشفافية لا تمس إلا الحياة العامة، هي اللي مهمة. شفافية المرء في بيته مهمة جدا، يا أخي تعني هو. الشفافية اللي تعنينا احنا هون وتعني الرأي العام الموريتاني هو الشفافية اللي تمس الحياة العامة. اللي قال له تسير شأن العام. تسير شأن العام لا نعرف في الجانب من اللي قال له القطاعات الاقتصادية كي تعرف ثلاثة. ولهنا قبضوه بالتصنيف بشكل مستعجل. القطاع الأولي اللي هو اللي قالوا الزراعة والبيطرة والتنمية الحيوانية اللي يعدل فيها مشي شنو هو، والقطاع الثاني اللي هو تصنيع وتعليم وما إلى ذلك، والقطاع الثالث اللي هي الخدمات اللي يعدل فيها. القطاع الأولي وعدلوا فيه مبادرتين مهمات، مبادرة وبإرادة سياسية من الحكومة الموريتانية ما رغم عليها أحد، ونعلن تأسيس منظمة الشفافية الدولية لصناعات النفط، معناها صناعات الصيد، قطاع الصيد، نعلنت في نواكشوط هون في فبراير 2016، وعادت منظمة دولية ومتعارف بها، وإحنا بلد ما هنا مؤسس، بلد أيضا لمنشأ هذه المبادرة. قبل ذلك كانت هناك مبادرة للشفافية والصناعات الاستخراجية، وتقارير سنوية تصدر من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة معائدات صندوق المحروقات اللي في موضوع هذه المبادرة اللي هي، ولا فهم تأخر لأي تقرير من هذه التقارير اللي هي، ورصيد رصيد الصندوق حوالي 50 مليون دولار حاجة اللي في 31 ديسمبر 2016 متاح، معرفته اللي كتسي والأستاذ أحمد وليانو لي رقاش يدير 3w.trezor.mr ولا يجي برتقاري الصندوق معدفهم. إضافة لذلك موقع الخزينة، وهو بالمناسبة بعد نخدم هنا إلى إدارة العامة الخزينة حقيقة على الجهد الكبير اللي مبذول فيها، موقع الخزينة يشمل أكبر خزين من المعلومة الاقتصادية اليوم في المتعلقة بالموارد العمومية، متاحة للناس كاملة بما فيها ميزانيات القطاعات المزارية، بدءا برئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، تدخل تعرفي ميزانيتهم كم، اللي فاتوا استهلكوا منها كم، تجزئة الاستهلاك، هذا متاح للناس كاملة. هذا عنصر أولي وأساسي للشفافية، لكن أي رقاش عاقل صوته موقعه السياسي شنو لا يعود جبر المعلومة لا يستغلها كما شاء. لا ينقص وراء ذلك السنين في القطاع التعديني، والله صناعة السنين كي تعرف هي أكبر فاعل في هذا القطاع. هذا هو اليوم للناس اللي زارت السنين، ما هي الموريتانية كانوا ما قد زاروا السنين، يا أخي بعض الناس اللي قد زاروه دور يعرفون موجودهم، فهم لوحة إلكترونية كبيرة داخل إدارة العامة تعطيك بالدقيقة حجم الاستغلال وحجم التصدير من خامات الحديد. هذا في الحقيقة لو كان ما هنفهم جهد وتوجيه على الشفافية تعود مطلقة، حد لا هي لا هي خمبر رواية والله شيء، يعني لا مولاي يديرها على لوحة وتعود وهي شيء معروفة رواياته. إضافة ذلك هي عندها مجلس إدارة ويتخذ قرارات أساسية فيها، شراءاتها خاضعة لمساطر معروفة. القطاع الأخير هو قطاع الخدمات. خدمات هون نعرفهم كنين قبل تناول بشكل مستعجل، مثلا الخدمات البنكية، خريطة مالكي البنوك الموريتاني خريطة عينة ممثلة للمجتمع الموريتاني، واليوم حد عنده 6 مليارات من لقيه تقول له ماشي قاسم البنك المركزي لا يجبر ترخيص بنك، حد ما عنده 6 مليارات كيف احنا هذا اللي قاعدين نورها بلاتو مال اللي نجبر بنك، ما يلا نقولون هذا ما هو الشفافيه انه ما رينا بنك في الحقيقه، يلا تعود نسبي. اضافه لذلك الولوج للوظيفه العموميه اليوم تحكم لجنه وطنيه للمسابقات مستقله عن القطاعات المزارية مستفيده، وتعمل باقصى درجات الشفافيه ومعيار الشفافيه فيها، لان الناجحين عاد ينجحون ما عندهم وساطه ولا مدخلهم فلان ولا علان ولا عندهم
لان فقط هناك اراده على الامور تتحسن. طبعا البلد يعود من بعيد، قالها السيد المستشار اشار عليها، واراده في الحقيقه وضع الاشياء كامله على مسار التغيير ومسار الاصلاح واضفاء صبغه من الشفافيه على الاراده. مهما كان صدقها ومهما كانت قوتها تحتاج ايضا الى بعض الوقت. المريض ياك سماثل الشفاء يلا يبغى شوي من الوقت ياك انه نقطه. سعاده المستشار، معايا هذا معالي الوزير ايضا تحدث عن مدى تاثير الاعلام والراي العام، موجهي الراي العام على بعض هذه التصنيفات خاصه فيما يخص المنظمات الدوليه. أعتقد الأستاذ تكلم في الجانب اللي مثل اللي يعني بعطى قضية مدى تأثير، لأن هي عبارة عن موسوعة تعدل مع مجموعة من الأشخاص خبراء وحتى في واحدين من الخارج. هذا اللي بالخارج لا يجبروا الأخبار منهم، يجبروا أساسا من خلال الإعلام، من خلال اللي يحصل عند البلد. أنا فقط أختار نواصل في الموضوع اللي كان يقول الأستاذ عن قضية الشفافية الجديدة اللي منتجة في البلد واللي قطعت خطوات كبيرة. تكلم لك عن مبادرة الشفافية في ميدان الصيد. هذه كيف قال لي كانت مبادرة موريتانية، هذه معدل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية هو اللي طلع المبادرة. وبالمناسبة قبل عدة أيام تم ترصيب الفريق الخاص بالمبادرة، فيه المجتمع المدني وفيه ممثلين على الحكومة وفيه ممثلين على الهيئات كاملة اللي معنية الفاعلين في القطاع، ونعتبر أول دولة تنصب فريقها الوطني. وكذلك فيه العديد من الإجراءات الأخرى اللي عدت في البلد في ميدان الشفافية واللي ما عم طالب بها أحد آخر، اللي معدلها الحكومة بناء على ذا اللي ظاهر لها هي على موريتانيا، على انها الافه الكبيره اللي تعاني منها واللي ما هي مخليتها تتقدم، اللي ينقلوا الفساد. من خلال ايش؟ من خالق 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 كان منفذ كبير من اكبر منافذ اللي يدخل منه الفساد في البلد، اللي ينقلوا الصدقات. هذا سنه 2010 الحكومه عدلت قانون جديد اللي ينقلوا تنظيم الصدقات، شو عدلها؟ وانفصلت لجانها، عاد فيه لجنه الابرام محدده، وعاد لجنه شو قالها؟ لجنة الرقابة، التنظيم وحده وعادة الرقابة وحدها، معناها انفصلت هذه السلطات. هذا إجراء عدل 2010 ولا حالة 2016 لكن قالت راجع على ميدان الشفافية، لكن عدوا الإجراء. يعني كانوا يتكلموا عن حتى على المستوى اللي قالوا تعديل الميزانيات. الحكومة هذا العام عدلت ميزانيات الحكومات السابقة، للعام عدل ميزانية 2007 2008 2009 2007 ميزانية حكومة سابقة 2008 تعرفوا الفترة اللي مر بها البلد اللي كانت صعبة جدا من دودو قعمك 2009 يعني بداية الدولة اللي هي ترجع لمستوى درك لاحقوا عليهم تعديل سنة 2016 ميزانيتها فاتوا عدلت وصادق عليها البرلمان. هذا يدخل في إطار ايش؟ في إطار أن الحكومة جادة عليها الشفافية وتشتغل على أساسها. حتى السنة الماضية أول مرة في تاريخ موريتانيا في إطار الميزانية عادت الميزانية، هي الميزانية عادة اللي تعدل. قال القانون اعلنها مستوى تنفيذها يعطي البرلمان يعود الى اطلاع عليه. معناها كل ست اشهر يعطوا يقدم لهم تقرير عنه، الحكومه عام الاول قدم التقرير في وقته. هذا طيب. اول مره في تاريخ موريتانيا. العوده الى السؤال الذي طرحت هنا، اعيد، هل كنتم منفتحون على الاعلام لدرجه ان كل هذه البرامج التي تحدثتم عنها حاليا كانت متاحه للاعلام عموما؟ شوف هو الذي تحدثتم ايضا في مرحله اخرى انه الناقل للمجتمع الدولي عن الحقيقه ما يتم في موريتانيا على جميع الاصعده. شوف الاعلام ما 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 نقفل عنه ولا يقدر نقفل عنه باي حال من الاحوال، ولا دخلنا في قضايا اهل الاعلام ونعود دركاتها تعود قضيه قضيه مشكله وضيقه مع اهل الاعلام. تم لا هو نقطه يقول. تم التعليق عليها من طرف الرئيس. قال لك موقع الخزينه، موقع الخزينه ما انا قاعد اسوي رقاش، لا تدخل انت الانترنت وتشوف ميزانيه الدوله وتشوف ميزانيه كل هيئه وحدها وتشوف مستوى الانفاق فيها. مع انك لقاع ما تحتاج تسول عنه، تحتاج لا تدخل الانترنت www.trezor.com مع انك تجبر المعلومات. معناها ان المعلومه كانت متاحه ولا قطعت مقفوله من 2008 جاء علينا المعلومه هي مقفوله متاحه، وذا اللي يعدل في البرلمان والبرلمان جلساته مفتوحه وتبثها التلفزه. معناها انه هما قاع خارج ما يحتاج يلودوا هو موجود، يا غير هما لا يعنيهم ولا نعنوتهم. لا يعنيهم ولا نعنوا، كانوا قاصدين على ما هم قاصدينها الله اعلم. وشفتي هذا اللي قلت لك الفساد، هو الفساد معناهاش بدينا نتكلموا مثلا بالعاميه معناها وكيل فضه الدوله. يا اخوان احنا نقولوا عن الفضه ما تتكلم مرتين، مده كانت ميزانيتها بعد قلت عدل البنى التحتيه، مده كانت ميزانيتها بعد قلت عدل المشاريع. انت احنا عندنا هذه السنوات من 2013 جاي علينا 2013، هذه 2013 من اللي يقولوا له اهل السياسه سنوات الطفره، يعني ذا اللي خلق موريتانيا من الخير ما عاد خلق شي كيف، ولانه هو اللي كبر
مداخيل الدوله وكذا وكذا. ولين الترش الاركات اياها للتقرير الاقتصادي المعدل هذا العام 2016 التقرير الاقتصادي والمالي تخرصي خلق روايه هون تعود عند 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 البنك سنترال اللي هو المفضل اللي عند الدوله اللي توفر لها الاستيراد مده كم من الشهر اذا كان لا يستورد من الخارج. الين نخرصوا السنوات عند 2013 2014 2015 تعتبر سنوات ازمه دوليه لا خلاف فيها، لهاش به المواد الاوليه انخفض سعرها، ومن المعروف على موريتانيا اصلا اللي كانت تعتمد عليه اللي تصدر من الحديد تصدر من السمك، الحديد مش سعره اللي طايع. والصيد تعرفوا ذاك اللي عدل فيه اللي فوتنا هون قريب من عام الاتحاد الاوروبي ما بيوقع اتفاقيه الصيد. احنا خرص السنوات، سنوات الطفره 2013 موريتانيا كانت عندها بملايين الدولارات، معناها الاحتياطات من العملات الصعبه، كانت عندها 996 مليون دولار. خرص لين بدات الازمه الاقتصاديه. قضينا شهور 639. 2015 طلعنا شهور 822. هذا جاي من منين؟ نفضل وكانت تنتكل احنا ما تطلع ما تظهر ولا تظهر في المشاريع المعدله ولا تظهر في البنى التحتيه ولا ايش لا نقول ولا ما عنده نهايه. معناها ان انا ظاهر ان محاربه الفساد حد جاد فيها. اولا خلي عمري قال التشكيك باللي التشكيك دعم للمفسدين في البلد. انت لين تقعد تقول الحكومه مفسده معناها انك عيطت لصغار الموظفين وقلت لهم لا تظلموا، معناها انك عيطت للسياسيين وقلت لهم لا هذا ما لهوش. معناها هذا ما قد نقول لك لانه الشيء مقصود يا غير بعد عاد ما هو مقصود قريب وجب الاستقلال التشكيك لا معنى له. واضح غير واحد يقدر يقول فهم تقصير فهمت دائما يتكلموا عن الفساد. احنا ما نطرحنا شيء ما حكم بليت ان قال لك الحكومه مفسده تبيع الترابات. الترابات هذا اجراء قانوني هذا اللي قالوا صفقات التراب حد لا يدخل فيها الصبع، القانون نص على خارج شيء قالوا صفقات التراضي ومسموح به، حد لا يدخل فيها الصبع، ما يقول صفقات التراضي دليل على النجاح. واضح استاذ احمد، واضح. استاذ سيد احمد نحن الان في بدايه 2017 وهذا التقرير الذي شكل مفاجاه حسب اعتراف الجهات المعنيه لما تقدمه الدوله في مجال الشفافيه ومحاربه الفساد، هل سيؤثر هذا التقرير على تقارير اخرى تصدر عن موريتانيا في منظمات دوليه؟ شكرا على السؤال. نختار بعد نعيد نعود للمسألة اللي هي الحجم الطبيعي إلى حد ما هو ما يكبر من قدها راهو ولا تقرير تصدر التقرير اللي هو سيؤخذ على محمل الجد أتصور متأكد من ذلك به اللي حسب تدوينة معالي الوزير قالها والسيد المستشار دار قالها متأكد أن الحكومة الأمريكية والسلطات الدور تراسل هذه الهيئة اللي هي ياك تعرف على أي أساس تم بناء هذا الاستنتاجات اللي في الحقيقة ما هي منصفة في بالنسبة لوتيرة الاقتصاد ووتيرة المحول فيه يا غير وراء ذلك مولي دور تتخذ إجراءات حقيقية لمعالجة مواطن الخلل إنما وجدت. هون نختار نشير على نقطة ولا تعجبنا بعد سابقنا وفوت كالكلام عنه بأننا نتكلم عن الرشوة عن الرواية. طيب طالما الآن أن اعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة قبل سنتين من طرف الحكومة الموريتانية ما يقد في الحقيقة يقد عد من وجوه الاستغراب إلى حد ما لعدم أخذ التقرير به علما والله لعدم الاعتبارها في هذا ما يقد يعود يكون جهد يذكر فيشكر وانه في الحقيقه يشكل نقطه انطلاق جيده اذا قال اضفاء الشفافيه على العمل الرسمي اساسا وسرتو تسير النفقات العموميه تحصيل الموارد. الثانيه قضيه نفقات الدوله ومتابعتها وجدول العمليات الماليه للدوله جدول شهري ولا باقي معلومه اقتصاديه ما تقدم فيه وعلى اطلاع به الناس كامله قد المستعد اللي منها باطي يبقى يعود على اطلاع به يبحث عنه يجبره عند الخزينه في موقعها. بالنسبه للصفقات العموميه خلقت الوظائف المتعارضه في مسار الصفقات الوظائف الثلاثه اللي هي الابرام والرقابه والتنظيم تم فصلها نهائيا وعادت وظائف متعارضه بالفعل واي حد ما نجح في الحقيقه في الصفقه ظهر لي مولانا علاش قلت قبيل انه يلا ما يعود موفي باردون ان فهم اليات يسمحها القانون على انه يعدل تظلم شور سلطه تنظيم الصفقات بدل من يعرض هذه قد نعود نجاوب هون شوي على ندعم شوي جواب زميلي ساعه المستشار اعلن الاعلام ما نعرفه كان قد يعود هو اللي مسؤول عن شيء والله الاشخاص الثانيين قد يعود يا غير بعض حقيقة لمصلحة من نغوص الصبع وندير ونطعنه منها في الظهر سمعة ولدنا واقتصاده. طيب حقيقة يلا تنطرح السؤال ويلا نتجاوزه بالعجلة ياك نقدر نخلو راه فهم حق السياسي حق الجدال كلها عدل هي الباقي عدل خلونا الله يجازيكم ان شاء الله الحق الاقتصادي
ذي الإنجازات اللي عدد إنجازات معتبرة تحتاج أن تدعم، إياك أنها تدعم، يلا تنقد نقد بناء، توخل فيها مواطن خلل، إياك أنها تعدل فيها، تصاغ فيها توصيات. في الختام، هل يمكن أن يؤثر هذا التصنيف على تصنيفات أخرى كانت تأتي سنويا من منظمات عالمية أخرى في مجالات الاقتصادية؟ سؤالين. ليس بالضروره، لان هناك عدم ترابط، واكتشفناه كاع بان لان التصنيف اللي خاوه عن البنك الدولي وامتداح تطور موريتانيا 18 نقطه في مناخ الاعمال لم يؤخذ في عين الاعتبار في تصنيف الشفافيه الدوليه هذه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هناك منظمات اخرى وتشير الى تصنيفات منها حريه التعبير. حريه التعبير غير عندها علاقه بالشفافيه الزاديه. واضح. يبدو ان الوقت قد انتهى. اشكرك استاذ سيد احمد الدبو، خبير في سياسات التنميه الاقتصاديه. أشكرك أيضا أحمد. كلمة أخيرة. كنت نقول أختار نقول توف على أن قضية التشكيك في الحرب على الفساد، على ما هو حقيقة اللي يفيد هذا البلد، اللي يفيد البلد على أن العاد في مناطق صارت تنعت، العاد زمشي خاصة تنعت، يعني التشكيك فيه هو عبارة عن دعم الذين قالوا الفساد ومحاولة لإرجاع عليه الوراء، رغم على كل ظروف كل التوجهات مطح على موريتانيا ما تلاقي تقدر ترجع له، حتى الى فم الدهامه ترد موريتانيا، موريتانيا ما تلقى بين يرجعوا لورا. اذا ماشي ان شاء الله. اشكركم ضيوفي، اشكركم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. ناقشنا في حلقه الليله تصنيف منظمه الشفافيه العالميه لموريتانيا في المرتبه 142 خلافا عن السنه الماضيه 112. اشكركم على حسن المتابعه، في امان الله.